يا اخي بالله عليك كيف تفكر؟ انا معيش فلوس ادفع حق كوبايه الشاي، ترى اعمل ايه؟ ما ده لو كان معاك 20 جنيه. 20 جنيه؟ كنت هروح عند كيلو كباب. ايه ده هم 20 جنيه؟ ماشي اصبري. كنت هشتري من عنده عصير ليمون بالنعناع، هو ب 20 جنيه بالظبط. ليمون بالنعناع عادي يعني. طيب يا ست، انت لو معاكي 20 جنيه هتعملي بيها ايه؟ هاخدك نروح على مركز شباب الجزيرة. هنعمل ايه؟ هنمارس هوايتي المفضلة. طب يا ست، هو ب 20 جنيه في الايام العاديه بس لازم كارنيه عضويه، يعني لولا عم عبد الله طلع يعرفنا ما كناش نعرف ندخل. بصي بقى، انا هصرف بزخ بزخ بزخ، انا هطلع على اي هايبر كبير هشتري كنز كوكاكولا مستورده ب 18 جنيه. يا ابني انت عبيط، هجيب كنز 18 جنيه؟ يا بنتي دي كنز نوستالجيا، فاكره طعم الكولا في كاس العالم 2006؟ اه دوقي. ما تيجي نروح طنطا. وديني على طنطا. واحنا ايه اللي ودينا طنطا؟ طنطا يا ايمان، طنطا. خلاص خلاص، تعال نروح السي وكيكي. ايه ده، هي 20 جنيه. خلاص خلاص، تعال نروح البالة. وتاخد الشميز ده، مش ستايلي. لا 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 لا، الأكل. أنا أخد العشرين جنيه وأطلع على بطاطس أند زلابيا أجيب كورن دوك بعشرين جنيه. يا عم أكل إيه؟ أنا شخصية رياضية، أنا أروح أجر عجل بعشرين جنيه. لا يا ستي، عجل ايه؟ الاكل. انا اطلع على اي مكان بيبيع سوشي بالبيس واشتري لي حتتين. يومي. ولا 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 ولا، انت جيت لي منين؟ انا معيش حق حتى كوبايه الشاي ادفع لي القهوجي. اصبر، هتصل بحلال المشاكل. الو، ايوه محمد، تعال لنا على القهوه بسرعه وهات لنا 20 جنيه معاك. انت مع كريم؟ اه. تعملوا فيديو تعمل ايه ب 20 جنيه؟ اه. طب شوفوا هتعملوا ايه غيري. ابدا بنته.